بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان وفضل حبيبه على الرسل بإنزال القرآن وكرم أمته على سائر الأمم بتلاوة القرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أسرار القرآن. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت ليلة أسري بي الحق يقول: يا محمد، مر أمتك أن يكرموا ثلاثة: الوالد والعالم وحامل القرآن. يا محمد، حذرهم من أن يغضبوهم أو يهينوهم، فإن غضبي يشتد على من يغضبهم. يا محمد، أهل القرآن هم أهلي، جعلتهم عندكم في الدنيا إكراما لأهلها، ولولا كون القرآن محفوظا في صدورهم لهلكت الدنيا ومن عليها. يا محمد، حملة القرآن لا يعذبون ولا يحاسبون يوم القيامة. يا محمد، حامل القرآن إذا مات تبكي عليه سماواتي وأرضي وملائكتي. يا محمد، إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: أنت وصاحبيك أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وحامل القرآن. أيها الإخوة والأحبة، الله عز وجل شانه من علينا وأنعم رزقنا هذا المجلس العظيم لتلاوة القرآن العظيم. هذه المجالس نعمة عظيمة من جانب الله تبارك وتعالى، وفضل فوق فضل من الله تبارك وتعالى أن فينا الآن الزيوف: ماهر القرآن، قارئ القرآن، صوتهم تجابب في العالم كله، وتلاوتهم تنور قلوب المسلمين، ينجر الناس إلى تلاوتهم من بعيده في قراءتهم التأثير. منهم قارئ القرآن، القارئ المقري فضيلة الشيخ محمد سمير بلال المصري حفظه الله تعالى. هم جاءوا من مصر، ومصر أرض نيل، والنيل نهر من أنهار الجنة، وأهل مصر الله عز وجل رزقهم حظة خاصة من تلاوة القرآن. حتى الشيخ القارئ المقري عبد الباسط رحمه الله تعالى لما ذهب إلى أمريكا اجتمع الناس أفواجا لاستماع تلاوته، حتى النصارى أيضا جاء في الاجتماع. لما ترى شيخ وقرأ القرآن كان في تلاوته التأثير العجيب. لما استمع الناس تلاوة المسلمون ازدادوا إيمانا ويقينا، حتى كم من النصارى دخلوا في الإسلام باستماع تلاوة الشيخ العجيبة. أولا، أشكر الله تبارك وتعالى شرفنا بزيارتهم، وأيضا أشكر الضيوف المكرمين، وأرحبهم أهلا وسهلا مرحبا مني ومن جميع أهل البلد. نحن اليوم فارحون ومسرورون لمجيئكم إلينا. أنتم شرفتمونا لقدومكم، جزاك الله خير الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بسم الله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا أن تصيبوا
واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فضلا من الله ونعم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فقاتلوا التي تبغى
فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا من المؤمنون
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها لا إله إلا الله لا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق
كلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله.